قوموا روحوا. خلوا مينا تستريح. هتبقي أحسن من الأول. بس اقول لحضرتك البقاء لله. شكرا. انت بتعمل ايه هنا؟ كنت عايز خلود هنا. مهما تعمل مش هتصفى لك. اصلك من النوع الواعر. كفايه ان انا معاك خلف بيه.
ماشي. النهارده عندنا شغل كتير، ها؟ عايز الفلاش يبقى عالي. هعمل لك احلى واكبر حفله فيك يا شرم الشيخ. وحط رقصات. الاجانب بيحبوا الرقصات، ها؟ دلعهم يعني. عمرك يخالف بيه. ماشي. حبيبتي. كنت عايزك في كلمتين. لما تمشي الجربوع ده الاول. الجربوع ده بيساعدني في مواضيع كتير رفيعه، وبيشيل بلاوي سودا على دماغه وما بيقولش لا. انا مالي، انا مالي ومال الكلام ده؟ وبعدين انت عارف ان انا ما بطيقوش. بعد الحفله، بعد الحفله اوعدك انك مش هتشوفيه في الفندق كله. تعدي الحفله بس على خير يا خلود. ماشي يا خلف. هات لي الغدا بتاعي جوه يا ابني. تجاوزت. دهدى دهدى. ده اخوك باين انه واصل يا حاج. لو على الخواجات يبقى خلف طلع القمر بفوج سياحي. كناش عاوزين نتعبوكوا معانا يا ايفان. احنا اصحاب يا هيبه، وانا جاي اقف جنبك. جاي غالي يا باشا. انا عايزك تسافر بعيد عن هنا. الحزن بيقتل يا هيبه. هروح فين؟ هروح فين والقلب اتعض خلاص؟ كاك جزني إيفان. واو، تي خرشو جواريش باروسكي يا أبو إيفان. مارلس. One of peace. هدية أبو هيبة لإيفان. Thank you أبو هيبة very much. Thank you. You are welcome. أبو هيبة، أنت ناوي على إيه؟ على ابوها يا خواجه. احنا ما لناش منافس. فلوسك بالدولار زي ما طلبت يا خواجه. تطلقها؟ تطلقها يعني ايه يا شملول؟ انت تجرها وتسافر بيها على طول. يما عطيه، اسافر ايه بس؟ بقول لك ما طيجاش تبص في خلقتي. مش مهم تبص، بص انت.
ولا هو ما ينفعش الا مع البراني؟ براني؟ ولا اتعدل يا عطيه لعدلك. انت فاكرني يا واد نايمه على وداني؟ لا يا روح امك، انا بس كنت سايبك عشان كنت عامل اللي عليك، وكان معانا الوريث حمزه الله يرحمه. الواد ده كنت بحبه حب. يلا بقى الله يرحمه نصيب. انت تنزل من هنا على المستشفى، تبات هناك مع مراتك وتخرج بيها على اي حته، وديها الفندق عند اخوك، وهتقعد شويه مع خلود اللي قرفانه بالبت اللي جابتها. ما بصراحه كده يعني يا امه، انا كمان ما قدرش. تقدر يا عطيه، هي امينه مش ست ولا ايه؟ لا ست يا امه، بس انت خبره بنت عمي. يا امه امينه بقت تخوف، طول ما هي قاعده يا شارده يا عاوزه تنتحر. عشان كده لازم تاخدها على الحامي وتسافر بيها على طول. احنا مش عايزين ابو هبه يحس بالموضوع ده. كفايه كده يا عطيه، احنا كلنا في عرض وريث يا ابني، ولا عايزنا نفصص عجوه ونبيع كبده تاني؟ اسمع كلام امك يا حبيبي، خليك حنين معاها شويه، استحملها حتى لو قالت الكفت ولا كأنك سامع حاجة، لحد ما تغفلها مرة وتحبل. احنا كلنا في عرض وريث يا بطل. يلا بقى يا حبيبي وريني همتك، عايز اسمع خبر حلو يا ذكر. انت قاعد كده ليه يا واد؟ ما تقوم. حاضر ياما هقوم. هتضلك الخير يا اخويا. ايه يا رب الغلب اللي انا فيه ده؟ مساء الخير. كله تمام؟ ما هقدرش يا ماهر ابص في وشه، بقيت كارهه، حاسس انه السبب في اللي حصل. نقطة ضعف استغلها الكلب ودبحني وفي بيتي. ما هقدرش يا ماهر. حضرتك حامد بيقول انه بيموت وجاله اسبوع لا اكل ولا شرب. ما